دكتور تيسير، ما المواد التي تحتويه هذه المادة الفيبرونيل لكي تسبب هكذا أمراض؟ أولا هذه المادة الفيبرونيل فايبرونيل هي اكتشفت عام 1987 واستخدمت لأول مرة عام 1994 بكميات كبيرة في جميع أنحاء العالم، في مجال المحاصيل الزراعية وفي مجال حتى النحل وبعض الحيوانات الأخرى للتخلص من بعض الطفيليات من قبيل يعني القمل والبق وما إلى ذلك. لكن الدراسات توالت بعد هذه المدة خلال عشر سنوات تقريبا، وأثبتت أن هذه المادة هي مركب كيميائي طبعا فيه مواد الكبريت والنيتروجين والتي تدخل في صميم مركب كيميائي يعتبر مبيدا حشريا. هذا المبيد الحشري من خصائصه القضاء على بعض الحشرات او الطفيليات الموجوده في لدى بعض الحيوانات والموجوده في الزراعات، وهو يعتبر كذلك يعني ماده كيميائيه بيطريه زراعيه. الآن أثبت أنها لهذه المادة التي يبلغ يعني كتلتها تبلغ وزنها حوالي فوق 400 جرام بالمول، وبالتالي هي مادة كبيرة نسبيا يعني ككتلة، وهذه المادة أثبت أنها درجة سميتها هي متوسطة. في العام 2013 صدر مرسوم في الاتحاد الأوروبي لمنع استخدام مادة الفيبرونيل في مجال الحيوانات التي يمكن استخدامها للاستهلاك البشري. وعليه يعني الفضيحة الكبرى التي جرت الآن في هولندا وفي أوروبا بشكل عام هي كيف استخدمت هذه المادة في المزارع، في أكثر من 160 مزرعة من مزارع هولندا مخالفين بذلك القوانين الأوروبية ومعرضين صحة المواطنين للخطر، إذ كما تفضلت وقلت أنه عشرات الملايين 10 ملايين و700 ألف بيضة هي التي على طريق الإتلاف. نعم أنا أشكرك. صحيح، ولذا نتحدث عن هذه الفضيحة اليوم، فضيحة. شكرا جزيلا لك، البيض الملوث من بيروت عبر الهاتف كنت معنا دكتور تيسير.